بسم الآب والابن والروح القدس إله الواحد آمين. تفضلوا ارتاحوا. احنا حسب ما تعودنا بقى بنبتدي بمعجزة ايه؟ المعجزة للست العذراء. انا هحكي لكم معجزة، يعني العيلة دي اللي حصلت معاهم معجزة، هي من زمان معلش، بس حلوة قوي. يعني كانت صديقة العيلة، يعني والدي ووالدتي وكده في جرجة، ويمكن اللي يكون من جرجة يكون عارف العيلة دي، لأن يعني ناس محبين بيحبوا ربنا قوي ومعروفين. كان واحد صيدلي اسمه ويصة بباوي. فويصة بباوي ده هو اصلا من إدفى جنب سوهاج، بس كان عايش في جرجة. فالمهم ايه، هو كان رجل تقي ورجل بسيط جدا وطيب، مراته وشرحه وولاده لغاية دلوقتي كويسين، يعني ناس طيبين كده، عندهم تقوى، عندهم قداسة، عندهم محبة لربنا ومحبة للناس، يحبوا الناس قوي. مهم، فربنا حب برضو ايه شايلهم الصليب معاه شوية. فقال له عنده ولدين واربع بنات، الثلاث بنات حلوين طبيعي، اللي فيهم بنت عندها شلل اطفال بس من النوع اللي كان صعب قوي، يعني اتولدت بيه ما تقدرش لا تحرك ايد ولا رجل ولا كده. عنده ولدين، انطون ده بيشتغل، عنده شلل اطفال بس يقدر ايه يمشي يعني. واحد تاني اسمه اثناسيوس. اثناسيوس ده قاعد على طول فين؟ في البيت. وعندهم ايمان عجيب العيلة دي. المهم البنت اللي كان عندها كده اسمها عندها شلل الاطفال ده صعب قوي، كان اسمها ايه؟ اسمها اقبال. ما زالت موجودة، كبرت وتجوزت والى اخره. المهم ايه، فطيب الولاد اهم ولاد، لكن البنت، فكانت الام والاب متأثرين قوي. وبعدين هم كان عندهم ايمان قوي جدا في صلوات وشفاعات ايه ست العذراء. ففي يوم ناس بيقولوا لها ما تروحي عند فلان ده عشان ده بيعرف يشوف الحاجات دي اللي تسمعوا عنها، يعني يشوف ايه، يعني يمكن يعمل لك حاجة. قام الام بإيمان قوي كده وبصت للسماء وقالت له، وقالت انا اروح للناس دي، انا برضو اروح لصحراء ولا منجمين ولا كده. حي هو اسم رب الجنود، حي هو اسم رب القوات، ما روح غير كنيستي وإلى رب يسوع المسيح وست العذراء هي اللي تصلي. قال يرضيك يا رب نعمل كده، مش ممكن أعمل كده وزعلك ولا أغضبك يا ستي يا عذراء، من فضلك صلي من أجل إقبال واشفيها. والست عيطت وصلت أبانا الذي، وبالليل نايمة لقت بنتها جاية الصبح بدري. البنت اللي أصغر منها اسمها فريال، فابتدت تمشي وتجري وتلعب، وهي الكبيرة مش قادرة ايه تمشي، فبالتالي البنت صعبان عليها ايه نفسها كمان. فبصت الأم بالليل وهي نايمة كده ولقت ايه بنتها بتخبط بقى. فقام الاب والام فتحوا الباب لقوها هي. الله، قدرت ازاي يا بنتي مشيتي وازاي جيتي؟ قالت ماما العذراء جات وشها منور وجميلة وحلوة يا ماما خالص خالص، وادتني حاجة حلوة كده هو زي البلحة لكن طعمها لذيذ خالص، وقالت لي خدي يا اقبال كلي دي وامشي بيها. انا خدتها منها واكلتها وراحت ماسكه ايدي وانا اديني ايه جيت.
وجبال اتعلمت وحاليا موظفة واتجوزت وخلفت وإلى آخره. فصلوات وشفاعات القديسين قوية، وربنا بيحب برضو الناس اللي عندهم بساطة، عندهم نقاوة قلب، اللي في الآخر سامعين. فربنا يدينا ايه؟ يدينا نقاوة، ويدينا بساطة، ويدينا محبة لربنا ومحبة لبعضنا بعض. وهي المحبة أساس كل إيه؟ كل الفضائل. ما نقدرش نعمل حاجة ولا نعمل أي فضيلة بدون إيه؟ بدون المحبة اللي هو الأساس. فربنا إيه؟ يقوينا كلنا ويساعدنا علشان نحب ربنا من كل قلوبنا زي ما هو حبنا، وإيه ونحب بعضنا بعض ونخدم بعض ونضحي من أجل بعض. المهم، فكان في يوم وصابح عيد الرسل، وكنا في الدير القديم اللي قبل ده. مرة تانية بقى احكي لكم تاريخ الدير ده وكده اللي ورانا، يعني اللي كان فيه الرهبات اللي قبل المبنى ده. فخدوه يعني سكنوه الناس، والناس دول زي ما تقولوا ايه، خدوه بوضع اليد. فمتهدم خالص، كل واحد يقدر يبني له بيت، يلاقي له شقة. فاحنا ناخد يعني نديله قرشين وناخد ايه الحتة بتاعته اللي هي من الدير القديم بتاعنا اللي كان فيه الرهبات اللي قبل الكبار زمان قوي. المهم، فكنا يدوبك واخدين اول حتتين او قطعتين او ثلاثة، ففتحنا من سور الدير من ورا الباب، يعني من بره لما تطلعوا تلاقوا السور بتاعنا، وبعدين تلاقوا سور قديم بالطوب الني ده الدير القديم. فعشان الدير مفتوح كنا عاملين حراسة من رهبات ورديات، كل وردية 3 ساعات، ال3 ساعات دي يصلوا فيها ايه التسبح، رهبات فوق ورهبات تحت يحرسوا الدير. طبعا ربنا الحارس، بس بنعمل اللي علينا. المهم ايه، فبصينا لقينا الساعة 9 كده نور الدير كله طفي. وبعد ما النور طفي لقينا ايه بقى، سحابة من نور غطت الدير كله. بعدين بيقولوا لي ايه ده، واحدة واقفة جنبي بتقول لي ايه ده، بقول انا مش عارفة. في الرهبات اللي على فوق فشافوا من قلب السحابة دي نزلت 6 العذراء على كنيسة الملاك ميخائيل فوق على السطح. دايما الأديرة بيعملوا كنيسة باسم الملاك ميخائيل، لأن الملاك ميخائيل بيسموه الملاك الإيه الحارس. فالمهم، لما شافوا 6 العذراء فرحوا خالص. وبعدين نزلت، كان في قرايب الرهبات اخواتهم وكده، كنا بنبني الدور الرابع، كان عندنا أزمة سكن، فبنبني الدور الرابع ده يعني قلالي صغيرة كده عشان البنات اللي ما لهمش مكان وكده، الرهبات يعني المبتدئات. المهم ايه، فهم كانوا بيحولوا طوب مش عارف ايه بيساعدوا يعني، فربنا حب يعزيهم بقى. فدخلوا لقوا العذراء في الهيكل في كنيسة القديسة دميان، فصرخوا الحقوا يا امهات ده العذراء في الهيكل. فاحنا مش مفروض رهبة تجري يعني، تسرح شوية لكن جري لا. فطبعا مين يسمع ان العذراء في الهيكل وما يجريش، كله جري، وكل اللي يسمع ويجري عايز يلحق يصرخ للتانيين الحقوا ايه العذراء في الهيكل. المهم كله ايه جري بقى، وكل جري والعذراء فعلا في الهيكل. وكان في اليوم ده الطرقة بتاعت الكنيسة بتاعت القديسة دميانة هي بالحجارة الصناعي، فالحجار بينقش الحجارة دي، فخد كل التراب الناعم الأبيض ده
ودخله على الكنيسة وعلى المذبح. المذبح خشب والأرضية بتاعت الكنيسة ايه؟ كانت خشب وما كانتش لسه مفروشة ولا حاجة. فراحت العذراء حطت ايدها على المذبح، فطبعت الكفة الايد بتنديع زيت كده بسيط على المذبح، فطبعت في التراب ده بقى الصوابع وكفة الايد وكله، وراحت نازلة من المذبح مشيت بقى. الاولاد اللي هم الشبان دول بقوا يرشموا مرة الصليب على نفسهم ومرة على ست العذراء، مش عارفين يعملوا ايه. كل واحد في الفرحة السريعة دي او كده مش عارف يعبر يقول ايه يعني. الرهبات طبعا بيقوا سلام الرب ليك يا ست عذراء وكده، وجات لغاية نص الكنيسة، طبعا رجليها علمت في التراب اللي في الارض، وجات لغاية نص الكنيسة كده وراحت طالعة تاني. السحابة لسه قاعدة، الرهبات اللي فوق، طب هي نزلت من السحابة وما طلعتش من السحاب، في السحابة راحت فين؟ فواقفين، فأبصوا لقوها طالعة وراحت داخلة في السحابة وراحت طالعة على فوق، ورجعت النور العادي نور وكده. طبعا كل واحد قدر ياخد شوية تراب خدهم. وبعدين كانت في رجل كده مضدارية محدش شافها، ما حطيت عليها كده كرتونة وقلت محدش يقرب لدي. وبعدين ايه، طبعا خدنا الليلة كلها ايه سهر للصبح، وختمنا بالقداس، وكانت ليلة مفرحة مفرحة للغاية. وقعدنا ايام يعني الواحد ايه يعني فرحان. وبعدين كان في ام لرهبة، والرهبة دي اصلا هي كبيرة بناتها وتخرجت دكتورة، والمهم جوزها ميت وعندها يدوبك معاش بسيط ولسه كل اخواتها بتعلم. فقام جابت لي بنتها قالت لي خديها هي عايزة ترهبن وانا ممنعهاش. فانا قلت لها ستة ما تدير قاع ما خليهالك لغاية ما تساعدك وإيه وحد يتخرج من ولادك يعني. قالت لي طب افرضي جالها عريس حلو وكويس وكده، أقول مش فرصة خسارة ألاقيها فين؟ مش كنت هديهاله؟ قلت لها اه. قالت لي يجيلها ربنا يسوع المسيح وأقول خسارة؟ لا خليها، لا هي صلواتها هتبارك لي في القليل يبقى إيه يبقى كتير. الحقيقة الست كسفتني، أو يعني ما عندها ايمان كبير ما قدرتش كده. فالست دي كان عندها كانسر، وكل الدكاترة قالوا، وكانت مش قادرة لا تمشي ولا تتحرك ولا حاجة. فالمهم اتصلنا بيها هي في اسكندرية وقلنا لها تعالي في مفاجأة ليك، قالت مش قادرة خلي ابنك يشيلك وحطك في تاكسي وتعالي. فجات فقعدت مكان الرجل دي اللي قلت لكم عليها. ف الست ايه قعدت تقول تصرخ مالك، قالت في نمل طالع منه. قلت لها بس يبقى العية وقامت. ولغاية دلوقتي الحكاية دي بقى لها 4 سنين او اكتر انا مش فاكرة بالظبط، والست كويسة خالص وبقت تروح الكنيسة ماشية وكده. والمهم بقى يعني كل حاجة كانت تكون صعبة ندي شوية تراب شوية تراب وتحصل معجزات، و عشان يعني لغاية ما خلص التراب ده. كان في مدرسة ابتدائي في سوهاج بجوار المدرسة دي بيعملوا ايه بيارة، والبيارة دي عمقوها بقت عميقة جدا. وبعدين وقت انصراف المدرسة بيوقفوا العمال عشان خاطر ايه خافوا على الاطفال الصغيرين يقعوا فين في البيارة. فالمهم كان الفصل بتاع اولى ابتدائي اخر حصة المدرسة اتغيبت، فطلعوا الولاد بدري ايه بدري بحصة. فطبعا العمال ما خدوش بالهم راحوا يشربوا شاي يعني بعاده، ولا لان مش معاد خروج ايه
المدرسة. وبعدين وهم طالعين في ولد اسمه موسى ناشد، طفل يعني في أولى ابتدائي، ومعاه صديقه اسمه مجدي جرجس، ده أخو رهبة معانا هنا في الدير. فطالعين مع بعض هم أصدقاء وماشيين، فموسى ده ما خدش باله من البيارة وراح واقع ايه فيها. طبعا البيارة زي ما بقول لكم كانت ايه غويطة خالص، وضلمة طبعا كحل تحت لأنها غويطة. فالولد صديقه بيبص ما لقاش مين صاحبه، قال له الله، قال الله هو راح فين. قعد يبص يمين وشمال ودور عليه ما لقاهوش، فاضطر ايه يروح. فامه استعوجت ايه الولد، شوف مع ان يعني هي مش عارفه ان المدرسه طالعه بدري بحصه، لكن بعد خروج المدرسه الولد اتاخر مروحش طبعا، فالام ايه استعوجت ابنها. فراحت ايه راحت جري على المدرسه تشوف ايه الحكايه. قالوا لها لا ده المدرسه اولى ابتدائي خرجوا من بدري، وخرج مع صديقه اللي هو ايه مجدي جرجس. فجريت على مجدي جرجس، يا مجدي موسى، موسى كان معاك؟ قال لها ايوه يا طنط. قالت له فين؟ قال لها انا بصيت كان جنبي ما لقيتهوش. كنت واقفين فين يا حبيبي؟ قال لها تعالى اوريك. المهم وراها فين؟ جنب البياره. هي بقى بصت في البيارة، ما البيارة عميقة جدا وضلمة جدا، فقعدت تنادي يا موسى يا ابني يا موسى يا ابني. قال لها بصوت عالي لكن يا دوبك سمعه، نعم يا ماما. قالت له انت هنا يا حبيبي؟ الله. فالمهم ايه فنزلوا عمال عامل بالحبل وشال الولد على كتفه وطلع ايه وسحق وشدوه بالحبل بيه. وبعدين قال لها اسكتي يا مامي، ده وانا نازل ايه لقيت ست العذراء بقى ايه جميلة جدا ولابسة ابيض، وراحت متلقياني وحطتني على حجرها وانا قاعد معاها لغاية دلوقتي. وقعدت اقول لها بشفاعة والدة الاله، امه بقى محفظة الحان وحاجات حلوة بقى ايه، لغاية يا ماما ما نزل الراجل وشالني، هي سابتني بقى مشيت. فطبعا كلهم فرحوا وعملوا تمجيد كبير لمين؟ لست العذراء. نعم دي معجزة ايه لست العذراء. موسى كبر وبقى شاب وكويس.